دلوقتي داخلين بناخد ضحية تانية من نفس حلقة الدكتور. بنت السلامة. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا جماعة معايا في أرستقراطيك تاكسي أو التاكسي الطبي أو تاكسي العاصمة. احب اعرف حضراتكم ان احنا عاملين بروجرام عندنا في التاكسي. البروجرام ده ممكن يبقى بروجرام غريب على حضرتك شويه، ولكن هو اهم حاجه عندنا هي ارضاء العميل. ارضاء العميل، شرب الجنزبيل، شد الفتيل. حضرتك شديت فتيل قبل كده؟ لا ما شديت فتيل. حضرتك بتشد معانا الفتيل بتفهم منه، سواء كان عندك بقى امراض، عندك فيروسات، عندك اي حاجه. بنبدا بعده مراحل في التحليلات. اول حاجه تحليل البول، تحليل البراز، ده الليفل الاولاني. عديت معانا مرحله الليفلات الاولى، بنخش على الليفل الثاني، هو ليفل تحليل الدم والفيروسات. يعني في عندنا عده فيروسات كبيره قوي معروفه جدا في مصر. ايوه الكلام ده في التاكسي يعني؟ يا فندم عندنا في التاكسي، لان البروجرام انت من اول ما بتركب معايا التاكسي ما ينفعش تنزل غير لما تكون مقدم معايا مجموعه التحاليل دي، وده حفاظا على صحه حضرتك. ده مش بس كده يا فندم، ومع كل تحليل هتعمله معانا بتكسب عليه كوبايه للتبول مجانا. والله يعني حضرتك من غير اي حاجه دي كوبايه عشان اخد منك عينه البول ومش هبول. ودي برضو عينه البراز وبرضو انا مش هبص. ما ينفعش حاجه تاني؟ طيب كل حاجه متاحه وموجوده يا فندم، على حسب حضرتك عايز تعمل تحاليل ايه. تحاليل ايه يا عم؟ انت بتهزر ولا ايه؟ بتهزر ايه دي اصلا اللي انت لابسها دي؟ حضرتك ممكن تكون فاهمني غلط على فكره. لا انا ولا فاهم. هو ممكن يكون الموضوع جديد عليك، بس حضرتك ركز في اللي انا بقوله. في عده فيروسات جديده ظهرت عندنا في منطقه الجيزه. في فيروس اسمه الديني هرم، وفي فيروس ثاني اسمه طلبيه فيصل. حضرتك اكيد بتهزر ومش فاهم معنى خطوره الموقف. انا اللي بيهمني دلوقتي هو مصلحتك الشخصيه، لان انت شاب صغير لسه في مقتبل العمر، ما تعرفش انت ممكن يكون عندك ايه. ممكن يكون عندك البني هرم، عندك طلبيه جوه، عندك ترسه. موضوع كبير الترسه. طب موضوع كبير، والفيروسات دي كلها لازم يكون ليها حل، وحلها عندنا احنا. معلش بس هو الدكتور حضرتك ما بيسوقش حد عندنا بقى الارستقراط التاكسي غير الدكاتره. والله بالظبط يا فندم. دكتور في ايه بقى؟ انا دكتور. برافو عليك. عموما انا بفضل مع حضرتك ديمقراطي لحد قبل 10 دقائق من ميعاد التحليل، من ساعه ما بتركب معايا العربيه. بعد كده بيركب معايا فرج، ودلوقتي فرج هيركب معانا. فرج مين؟ حالا حضرتك هتعرف مين هو فرج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كله تمام؟ فرج. ايوه استاذ. الاستاذ انا قلت له على كل الرولز بتاعتنا وعلى كل التفاصيل، بس تقريبا هو مش مقتنع. فانا حابب ان حضرتك يا استاذ فرج. فرج بيستك عليه. لا هشك عليه مش بس. اوكي بص حضرتك، احنا اهم حاجه هناخد دي هنحطها في فتحه الشرج، وحضرتك هتشرب من هنا. تمام. احنا ممكن نحطها في حته تانية خالص. نعم حضرتك ممكن تجان بول سارتر. حضرتك جان بول سارتر. لا اتكلم باحترام. حضرتك ليه حضرتك بتتعامل ليه مع فرج؟ ازعل ايه ده بس؟ جان بول سارتر. جان بول سارتر. جان بول. انا عايزك في جان بول. جان بول سارتر. جان بول سارتر. يا عم مش جنب مين؟ ولد 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 ولد. انت دكتور ولا انا دكتور؟ انا نازل دكتور. شيكا سهاء. شيكا سهاء. احنا اصلا من السلام. ارفع الشعار يا تطبل واستنزاف سلام حضور استقبال. ولازم حضرتك تنزل بالتحاليل مهما عملت. مش هنزل بالتحاليل. مش هنزل بتحاليل. قولي لي هتعمل ايه؟ قولي لي هتعمل. فرج بلا فرج. حان الوقت. بلا مش فرج. انا عايز حضرتك تجان بول سارتر. سارتر حضرتك. سارتر جان بول سارتر. انا شد الفتيل. شد الفتيل. شد الفتيل يا عم. هو شد الفتيل. هو ما يفهمش يعني ايه، يعني ايه فيروس لبني هرم، يعني ايه فيروس صلبيه جوه. كفايه انت عارف. انت مش عيب على نفسك اللي انت عارفه. جان بول سارتر. جان بول سارتر. ما تحطش ايدك في حته يا عم. ما تنديش ايدك. جان بول سارتر. ما تزعلكش فين؟ تزعلني ليه يا عم؟ لا انا خايف. انا خايف على مصلحتك. لا ما تخافش على مصلحتك. انت مش عارف مصلحتك. ما تخافش على مصلحتي. انت مش عارف مصلحتك يا عم. ما تعمليش كده. انت مش عارف مصلحتك كده عشان وحياة النبي. وحياة النبي. سيبني. بص مصلحتك ولد مالكش ولد يا عم. ايدك بقى. جان بول سارتر. عشان منك تحس ان انت جان بول سارتر. سارتر يا عم. سارتر يا عم. يا عم جان بول سارتر. عايز يعمل التحاليل. حط الكمامة لما ننزل السلام. ننزل السلام. يعمل التحاليل. حط الكمامة. حط الكمامة يا عم. البسها انت الكمامة دي. انت عندك فيروس. عندك فيروس. ابعد عني. ابعد عني فيروس. بص عنده فيروس. قسه فتحة الشرج.
خد اسمه فتحة الشرج يا عم وحياة النبي ما ادعيناش يا عم فتحة الشرج ما اسهل فتحة الشرج ده عندك يا حبيبي اتنين ثلاثة شرج جنبول لحظة واحدة جنبول سرطة جنبول جنبول سرطة فيليبيني ده عندها جنبول سرطة جنبول سرطة يا عم ايدك بس هو فيليبيني ولد بس 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 مقلب 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 مين يا عم بيقرأت ايه يا عم انت بتجنب الناس ده بس بس الكاميرا هيك انزل انزل يا ريت يعني نشرب من احنا زي الحلقه دي انت ترطرت خالص حقك عليك حقك عليك اعزائي المشاهدين ودلوقتي احنا في نفس الحلقه وداخلين على الضحيه الثالثه في حلقه الدكتور او الانف معلش حضرتك رايح فين؟ الهرم هرم هرم احسن ناس طبعا يا فندم هم اهل الهرم واقل نسبه فيروسات حضرتك نورتنا وشرفتنا يا فندم في الارستقراطيك تاكسي او تاكسي العاصمه او تاكسي الطبي التاكسي الطبي عندنا يا فندم في عندنا بروجرام نازل بيه التاكسي ان اي عميل بيركب معانا اهم حاجه عندنا هو ارضائه ارضاء العميل شرب الجنزبيل شد الفتيل حضرتك شديت فتيل قبل كده بمعنى انا هشرح لحضرتك بشكل مستفيض ان حضرتك في عندنا مجموعه تحاليل حضرتك بتعملها معانا لان احنا بننتقي عملائنا في عندنا الليفل الاول من التحليل هو تحليل البول والبراز ودي بتبقى عينات بسيطه جدا لحضرتك حضرتك ممكن بدون اي تعب واي جهد بدي حضرتك البتاع دي حضرتك بتتبول فيها وانا مش ببص يا فندم دي صحه حضرتك في دلوقتي طب اكمل حاجه البروجرام احنا عندنا اول حاجه الليفل ده لو حضرتك عديته بنخش بعد كده على الليفل فيروسات الدم وعلى فيروس A و B و C و D و E H I G K L M N O P U V R S T U V W X Y Z مش فاهم حاجه من اللي انت بتقوله ايه تحليلات وبتاع حضرتك اول مره تركب معانا حضرتك من الغلابه احنا بنركب معانا الارستقراطيك الحمد لله والشكر لله حبيبي ربنا يزيدك مش ده الاصل بس انا بفضل ديمقراطي مع حضرتك لحد ما يجي وقت التحليل في العربيه لو انت حضرتك ما بقتش معايا ديمقراطي انا بصبح ديكتاتور وبيركب فرج زي ما حضرتك شفت وبيبدا يا فندم بقى فرج مع حضرتك يوري حضرتك طريقه عمل التحاليل وبتعملها رغم انفك نور الدنيا احنا هنحط دي فتحه الشرج بتهزروا ولا ايه لا يا فندم احنا مش بنهزر انت ما تقلقش على نفسك خالص الموضوع زي شكه الدبوس حضرتك مش شكه الدبوس ايه وبتاع ايه اللي انت بتعمله ده يا عم ولا بقول لك يا فندم بقول لك يا باشا بعدين نزلني اثبت يا عم اللي انت بتعمله ده انت تعبان ولا لا انتوا تعبانين ولا ايه انتوا مالكم في ايه احنا خايفين عليك تكون انت تعبان وشك تعبان ايه يا عم وش اصفر ثانيه واحده يا فندم ايه وعينيه حمراء ايه هل تعلم ان انت ممكن يبقى عندك فيروس مثلا اللي بيني فيروس ايه فيروس ايه حضرتك اللي عندي فيروس ايه في مجموعه فيروسات منتشره في البلد يا عم فيروس إيه انت مش عارف مصلحتك مفيش يا عم اوعى كده ايدك اوعى بتاع ده بعده عني مفيش نزول فتحت الشرج ايه وبتاع ايه لحظه واحده حط ده في بقك بقى ايه يا عم انت تعبانين ولا ايه يا عم درجه حرارتك بس كده بعد اذنك نزلني بعد اذنك نزلني مفيش نزول مكانك او احنا خايفين عليك انت تعبان ولا ايه انت تعبانين ولا ايه انت اللي تعبان يا عم اشفر ايه عينيك محوله عينيك محوله عينيك محوله تاني يبقى عندك يبقى عندك قلبيه جوه عنده فيروس قلبيه جوه قلبيه جوه ايه وبتاع ايدك بس شعرك بيقع عندك شعر بيقع عندك ترسه عندك ترسه عندك ترسه ترسه عندك ترسه في شعرك انتوا تعبانين ولا ايه انت اللي تعبان خايفين عليك انتوا تعبانين ليه انا مش تعبان وشك بدأ يطلع العروق فين؟ يا عم بقول لك ايه؟ يطلع العروق فرج ايوه بشك عليه بشك عليه اوو 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 يا عم انت تعبان ولا ايه؟ ده كان تعبان ده كان تعبان يا عم تعبان ايه؟ وعرس ايدك كده وعيدك كده يا عم لازم نخرج يا عم بقول لك ايه؟ بلا فيروسات بلا بتاع ايدك بس ايدك ديني الاكل والشرب ايدك ديني الاكل والشرب عندك فيروسات اللي بيني هرم وطلبيها جوه طلبيها جوه ايه تاني؟ اللي بيني هرم حط في بقك ده خلاص يا عم بلا حط ده في بقي بلا حط ده شويه ايه ده شويه ايه ده شويه اديله انت تعبانين ولا ايه يا عم اديله الحقنه بسرعه ارجوك محتاج الجرعه اديله الحقنه بسرعه ارجوك محتاج الجرعه اديني هرم اديني هرم ايه يا عم اديني هرم مطلبيه جوه بقول لك ايه اديني الاكل والشرب اقرا بس كده يا عم انتوا تعبانين تعبانين والله فيروسات ايه يا عم جاي منك يا عم الشغل ده انتوا اللي تعبانين والله تعبانين والله
هو بس يا عم يا عم طلع الفيروس من يا عم الفيروس ايه يا عم الله يبارك لك انت فتحت الشرف يا عم الله يبارك لك عشان ايه خلاص خلاص ايه ده حضرتك ايه ده حضرتك ايه ده ايه ده حضرتك خالص احنا كنا بنهزر معاك ينفع نذيع يا باشا.